اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه، اللي ما بيحبش البطاطس ياكل مكرونه، واللي ما تعجبوش المكرونه ياكل رز، واللي ما دخلش في دماغه الرز ياكل عيش، واللي ما عجبوش العيش ياكل بعضه زي مشيره كده. ظريفه قوي. الله ايه الريحه الحلوه دي، ريحه الاكل حلوه قوي يا ماما، دي تجنن. بس هو في ايه؟ ابدا مفيش حاجه، والله مفيش حاجه، كل ما فيها بس انا اللي طابخه كل السفره دي. عايزاكي تدوقيها يا امينه وتقولي رايك بمنتهى منتهى الصراحه. بمنتهى الصراحه ريحه الاكل كده بتقول ان هو يجنن. متشكره متشكره يا حسين. هو ايه ده اللي يجنن؟ ما انا طول عمري انا اللي بطبخ لكم وباكل الصغير والكبير. ما تنكديش علينا بقى يا مشيره، لا ايه الحكايه؟ صح يا مشيره، الاكل حلو قوي. يعني ايه؟ احلى من اكل يا اجلال؟ مش قصدي، انتوا الاثنين اكلكم حلو، بس انسجام كده فيه اصاله، انت اكلك معاصر يعني. بقولها كده مش مصدقه. نعم؟ بتقول ايه يا بابا؟ يعني بقول ان انا بحبك وبحبها، واحب اكل من اكلكم اكلها، واحب اتكلم معاكي واتكلم معاها. ما تيجي تجرب اكل يا كراميلا. ما تقوليلوش يا كراميلا، ما تقوليش لابني يا كراميلا ده راجل. ايه يا ماما، ايه يا ماما، ما تسيبيها بس تدلعني، ولا الحياه عندك كلها شخط وزعيق وخلاص؟ انتوا ايه حكايتكم النهارده؟ انتوا كارهيني كلكم ليه؟ كارهينك؟ كارهينك ده ايه؟ معاش اللي يكرهك. هو احنا من غيرك نسوي بصله يا مشمشه؟ سلام. هو كلام. الو، انت فين؟ تحت. طب خليك خليك خليك، انا نازل. يلا يا بابا. يلا فين؟ يلا ننزل تحت. جت في ايه تحت؟ الاستلايزي هنزلكم بشوف المجنون ده عايز ايه. تعال تعال. الواد ده خد ابوه وراحوا على فين؟ كله بالهنا والشفا. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. ايه يا ابني بتعيط ليه؟ كان نفسي اغني عشان ارتاح، كان نفسي ابكي، كان نفسي اعيط، نفسي يبقى لي عيله محترمه كده زيكم، نتخانق ليل ونهار مع بعض، برضه مفيش مشاكل، خمسه وخميسه، انا ما بقرش ولا بحسد ولا حاجه، بس انتوا حاجة كده معترمة، كان نفسي حتى لو نكدنا بعض، حتى لو عملنا أي حاجة بعض، كان نفسي يكون لي أم، أم أم تحضرني في صدرها، ستين حبايب يا حبيبة يا أحلى من زور، أوعى عينيا يا حنينة وطيبة. لحمة لو سمحت من عندك. أنا مبسوطة من حضرتك قوي يا أونكل. أونكل إيه ودباب إيه؟ أنت عارفة الواد اللي أنت مصاحباه ده عنده كام سنة؟ عارفة، ودايما بشجعه إنه يبقى راجل وكبير وما يصرفش تصرفات العيال. تيكت إيزي يا أونكل. تيكت إيزي يا أونكل؟ ده ابني وخايف على مستقبله. ابنك من حقه يختار الجيرل فريند بتاعته. وهو أنت جيرل فريند؟ ده أنت كابوس فريند. بابا دمه خفيف قوي، مش قلت لك كابوس فرن؟ مش ده بدل ما تدافع عني يا كريم جايبني هنا عشان باباك يهزقني؟ ممكن تقولي لي يعني ايه اللي عاجبك في الواد ده بصرف النظر يعني عن انه اصغر منك بعشر سنين؟ بصراحه روش ودمه خفيف جدا، وطول ما انا قاعده معاه عماله اضحك. ثم مش في حاجه اسمها الرجوله المبكره؟ تطلع ايه الرجوله المبكره دي؟ رجوله مبكره يا بابا يعني الرجاله اللي بتصحى بدري. شفت بقى حضرتك دمه خفيف جدا. طب ما دام عايزه تضحكي اشتري كتاب ألف نكتة ونكتة بدل الرسم الفاضي ده والحب والأونطة والكلام الفارغ اللي عاملاه على الواد ده. ايه يا بابا؟ مش حضرتك وعدتني اللي هتتفاهم الموضوع وتتكلم معاه فيه بالراحة؟ أجيب الراحة منين؟ قربت أتجنن منكم من عمايلكم. يا ابني دي بالنسبة لك تبقى طنط. أنت ناسي إنك في تانية ثانوي؟ أنتوا إيه اللي جرالكم؟ يا أنتم ما تبقاش قلت فاشل، الدنيا اتغيرت وما عادش في حاجة اسمها سن كبير وسن صغير. أمال إيه اللي عاد إن شاء الله؟ يعني يا بابا نقضي وقت لذيذ، نخرج مع بعض، نتفسح مع بعض، نروح المول مع بعض. ما عادش حد بينفسن قوي كده. ينفسن؟ يعني ايه ينفسن؟ يعني بيتعب نفسيته عشان حاجات بسيطة زي دي. أنا بقى منفسن. أيوه منفسن. قرفان منكم من أيامكم اللي بيعلم بيها إلا ربنا. اسمعي يا ست ليلى، أنت تبعدي عن الواد ده بالذوق أحسن لك، وربنا يسهل لك
ويرزقك واحد عنده 40 50 سنه يتجوزك. ايه ده يا بابا؟ يا بابا حضرتك كده بهدلتني قدام صاحبتي. وده ياسر. عمر يا استاذ حسين، ايه الحكايه؟ اتغيرت هدومك ورايح على فين؟ لا اله الا الله، مش حضرتك طلبت مني خدمه لوجه الله اخد اللي اسمه شعبان وكلت البلح بدل ما يقعد يغني لكم في البيت؟ طيب سيب. بقول لك ايه؟ عايزك تاجر لي 2-3 بلطجيه، انما ايه؟ الواح بلطجيه ليه كفل الشر؟ عشان في ناس ما تجيش بالذوق، ما تجيش الا بالفتوانه، عشان يبعدوا البت دي عن الواد الاهبل ده. لا اطمئن يا استاذ حسين، في كساد، البلطجيه دلوقتي على قفا من يشيل، قاعدين من غير شغل، عايز لونهم ايه لا مؤاخذه؟ لونهم؟ هي البلطجيه بقت باللون؟ لا، لون يعني نظام، عايزهم نضاف ولا نص نص ولا منظر والسلام؟ اي منظر والسلام، المهم يبعدوا البت اللي من نفسنا دي عن الواد التربش ده. على ايه؟ هو مفيش غير ابنك؟ ده العيال ملقحين زي الرز، خليهولك. وانت يا سي كريم لما تعرف تحمل مزه بتاعتك يبقى هات هتقابل والدك. سعيده يا والدي. سعيده يا اختي. شفت؟ هي بانت على حقيقتها يا اخويا. ايه اخو البنات دي؟ ايه اخو الستات دي؟ فين الاخلاق؟ فين التربيه؟ جرى ايه في الدنيا؟ يا استاذ حسين انا رايح وكلت البلح، عايز حاجه؟ امشي يا واد انت اطلع لفوق. حسابك معايا بعدين. طب اقول لحضرتك على حاجه بس، انا هحلق لها بس والنبي ما تقول لماما. امشي غرب قدامي. ما تمشي انت راخر مستني ايه؟ روق بس يا حسين روق، النفسانه برضه بتتعب صاحبها. انت كمان هتقول لي نفسانه؟ غرب من قدامي. انا رايح مكتب امبارح هشتري شغل، اجيب لك حاجه معايا؟ امشي بقى انا صلى غل فيك. ساتر. اتفضلي يا ماما ادخلي. ايه يا ولاد؟ انتوا ايه حكايتكم؟ من ساعة ما رجعتوا من اسكندرية وانتوا قافلين على روحكم الباب، ايه الحكاية؟ كل ما نيجي نستقر يا طنط تحصل حاجة تلخفن الدنيا. هنعمل ايه بس يا ماما؟ مش عارفين نحلم. بقول لكم ايه يا ولاد؟ انتوا عجبكم الأكل اللي عملته انسجام النهاردة؟ مش عادي. ده زي العسل. طب والأكل اللي أنا بعمله؟ ما عادي بقى يا ماما، ما تاخد الموضوع ببساطة. ما تخلي روحك رياضية يا طنط. يعني خلاص أنا ما بقاليش لازمة. إزاي بس يا ماما؟ هو أنت لازمتك الوحيدة إنك تطبخي حبيبتي؟ أنت بتعملي حاجات كتير قوي أهم من الطبيخ بكتير. يعني بتربي البنت بنتي وبتسلفي أحمد فلوس، يعني في حاجات كتير برضو بتعمليها. أيوه عارفة. أهم حاجة بتعمليها إنك موجودة معانا يا ماما. ربنا يخليكي لينا يا رب وما يحرمناش منك أبدا. وتفضلي منورة حياتنا على طول. إن شاء الله حتى ما تطبخيش ولا تعملي لقمة واحدة. إزاي بقى؟ وإحنا هناكل إزاي؟ ما تخليك عملي يا أحمد. أيوه. يظهر إن أنا من هنا ورايح لازم آخد بالي من انسجام. أنا كنت مستهترة بيها. طلعت مش سهلة. على فكرة يا أولاد، الحكاية اتأزمت قوي بين عواطف وشكري. شكري عايز يتجوز على عمتك يا أحمد، وعايز يتجوز بنت صغيرة عشان يعرف يخلف له حتة عيل. يعني إحنا اتخذنا في الرجلين، لازم نبتدي من أول وجديد. ليه؟ أنتوا معرفتوش تحوشوا لكم قرشين؟ قرشين؟ قرشين يا ماما؟ ده إحنا كنا في اسكندرية، واسكندرية زي هنا بالظبط، وإحنا كنا في مناجم الفحم في ساحل العج. اسكندرية بقى مفيش فلوس. أنا عايز أسألكم سؤال بس محدش يزعل مني. اسألي يا أختي اسألي. هو أنت بيهمك اللي يزعل واللي ما يزعلش؟ يعني عم شكري زعلان مع طنط عواطف، أو طنط عواطف عايزة تخلع عم شكري، إحنا مالنا بالحاجات دي؟ يعني إيه بقى يا جميلة؟ يعني تشوف مصلحتك، تستمر في شغلك ومالكش دعوة بالحاجات دي. يا سلام، ما أقدرش طبعًا، إذا كان عمتي هي اللي مشغلاني، يوم لما تزعل مع جوزها أسيبها وأعمل نفسي مش واخد بالي؟ لو انسان عملي هتشوف مصلحتك. يا بنتي افهمي، العيله دي انا فرد فيها ولازم يبقى لي موقف. طب اتفضل دور على شغل. انت عندك حق يا احمد في الكلام اللي بتقوله، بس برضو ما تنساش ان جميله استحملتك كتير. الله 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 الله، وانت معايا ولا معاها يا ماما؟ انا محتاره ابقى معاك ولا معاها، بس ما تنكرش ان جميله جدعه وبتحبك. ده انت من ساعه ما اتجوزتها ما قعدتش في شغلانه واحده اكتر من شهر. على فكره يا طنط،
الاكل اللي انت بتعمليه احسن من اكل طنط انسجام. يا بنت يا بنت بطلي هجس بقى، انا بتكلم بجد، انا قلقانه عليكم قوي. الا صحيح يا ماما، هو الجدع اللي بيغني ده مش ناوي يحل الموضوع؟ لا ده عايز يعقده مش يحله. قال ايه؟ عايز يغيظ شكري وياخد منه عواطف زي ما شكري خد منه خطيبته. ياخدها فين؟ ياخدها فين؟ رد على مراتك يا احمد. ياخدها يعني يتجوزها يا جميل. بس ده شكله لا عنده شركه ولا حتى كشك جرانين. يا سلام على الثقافه، هو احنا في ايه ولا في ايه؟ طب احنا هنشتغل ازاي ومع مين؟ احمد واضح ان المشكله هتطول قوي، عشان كده انت من بكره لازم تنزل تدور على شغل، وسيبك بقى من اسكندريه والمشاكل العائليه بتاعتها. اسيب الباب مفتوح ولا اقفله؟ مبسوط يا عم رمضان؟ اديك طقمت ومالكش اي حاجه. عارف يا اخ ياسر انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسي اكبر كده كده واتشهر وابقى فوق في العلالي. انت شغلتك الاصليه ايه يا عم رمضان؟ جزمجي. اصل انا بعد ما اتخرجت من الجامعه ما لقيتش شغل، رحت لدخان ابويا الجزمجي اشتغلت فيه وقعدت اشتغل فيه وفضلت مستني مستني فرصه اللي هقب فيها على وش الدنيا، بس يا خساره لسه ما جاتش. مين اللي ما جاتش؟ خالتك. ما جاتش الفرصه اللي انا مستنيها. قول يا عم رمضان انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز اغني وابقى مشهور واطلع في التلفزيون والسيما والمرصح زي شعبان عبد الرحيم. طيب صوتك لا مؤاخذه نظامه ايه؟ حلو ولا زي اخر الشهر؟ لا خد بالك بقى يا اخ، المطرب اليومين دول مش مهم يكون صوته حلو، المهم صوته يكون نص لبه وشويه بروباجندا وهوبا ها هوبا ها، اوعى وشك يبقى في العلالي. طب ايه البروباجندا اللي بتقول عليها؟ يعني اعمل غنوه واصورها فيديو كلاب. فيديو كلاب؟ ايوه، امال انا جايب الهدوم دي كلها عشان ايه؟ الله بالك انت لو ربنا كرمني والفيديو كلاب ده ضرب، يا سلام هبقب فوق 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 وش الدنيا كلها. طب اقول لك حاجه يا عم رمضان. نعم. سمعني حته. حته بسبوسه؟ حته ايه يا جدعان؟ لا هو ده وقته برضه. سمعني حتتين. حتتين؟ ايه رايك اسمعك حتتين وجوز جزمه؟ اشمعنى يعني اسمعك حتتين ولا؟ بعون الله انا هساعدك. هتساعدني؟ ده انت شكلك كده محتاج المساعده، خد نص جنيه. نص جنيه ايه بس يا عم رمضان؟ طمعان في الجنيه كله. ما يغركش طول، انا قصير لكن بعون الله هساعدك. يوضع سر في اضعف خلق، كل اللي قاعدين في القهوه هنا شعبيين وانت من اللون الشعبي. لو الاغنيه بتاعتك اتكيفوا منها الفيديو كليب هيولع ياما. بالك كده يا اخ ياسر؟ يعني اغني واتكل على الله؟ غني. الله 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 الله، ايه رايك؟ غني. ده لسه، ده انا بنخ على الاول بسلك. انا هبطل سجاير من اول يناير وطول السنه هشرب شيشه. على فكرة تقدري تعرفي أي بيت من تلاجته، يعني لما تفتحي التلاجة وتبصي جواها تقدري تعرفي حاجات كتير قوي عن أصحاب البيت ده. يا سلام، ده مين الناصح بقى اللي قال لك الحكاية دي؟ بس أنا مش عايز أنصح، يعني لما تفتحي التلاجة وتلاقيها مهرجلة بالشكل ده والواحد يقعد ساعة يدور على اللي هو عايزه ما يلاقيهوش، وكمان إزازة اللبن فاضية. والتوستر مش شغال، يبقى البيت بيتك. البيت بيتك يا ست هانم، عايز اصلاح من الداخل. ده انت صاحي بقى النهارده وحاططني في دماغك. ايوه حكمان عارفاك، انت ناويلي على دور النهارده، ساعات كده تقوم ما انتش طايقني. بالعكس بقى، ده انا بحلم بيكي طول الليل. بذمتك كنت بتحلم بيا يا حسين؟ حلم وحش ولا حلو؟ اكيد حلو زي الفل طبعا. خير يا رب، اللهم اجعله خير. ها حلمت بايه؟ حلمت بجنازه ام الله يرحمها.
بعد ما دفناها ورجعنا على البيت. أمك دمك ميتة بقالها 20 سنة يا حسين. أنا مالي أنا ومال جنازة أمك؟ أنت حلمت بجنازة أمك ولا بيا؟ ما أنت كنت معايا يا مشير. طب وأنا إيه علاقتي بقى بالحلم ده؟ إزاي بس؟ مش كنا قاعدين جنب بعض وبنعيط سوا؟ خلاص خلاص انتهينا، أنا مش فاهمة منك حاجة خالص، أنت النهاردة مش أنت، ولونك متغير ونظامك مش حلو. إيه بقى لونك وإنظام؟ أقول لك إيه؟ عايز أحذرك، على فكرة أنت بقيت اليومين دول بتتكلمي باللهجة واللغة بتاعت الواد كريم. صح عندك حق، أنا لساني اتعوج اليومين دول، بس ده ما يمنعش إنك أنت قايم النهاردة الصبح منفسن. عن إذنك. نفسن؟ نفسي يعني ايه؟ والله لا اسال الواد كريم. حسين يا حسين كويس اني لقيتك، انا عايزك تفهمني ايه لازمه الانذار في العربيات؟ ايه مالك يا جلال؟ في ايه؟ عربيتي يا حسين، عربيتي اتسرقت. عربيتك اتسرقت؟ من امتى؟ نزلت من العياده ما لقيتهاش، والمشكله كمان انه الموبايل جواها. يعني العربيه والمحمول؟ ايه الشطاره بتاعتك دي؟ اعمل ايه؟ ما انا مركبه انذار ضد السرقه، اعمل ايه اكتر من كده؟ ما هم بيفصلوا الانذار قبل ما يسرقوا العربيه. بيفصلوه؟ امال لازمته ايه بقى؟ احنا دلوقتي في العربيه اللي اتسرقت، مش الانذار واهميته ايه؟ جوزك فين؟ جوزي في مؤتمر في اسكندريه وهيرجع اخر النهار. طيب روحي خدي بابا واطلعوا على القسم اعملوا محضر. محضر؟ لا انا مش هعمل محضر، انا هجيب عربيتي بايديا دول. بلاش تهور يا جلال، ده حرامي يكون في ايده مطوه يدبها في كرشك. انت تاخدي عم توفيق وتروح تعمله محضر، وانا هكلم محمود في اسكندريه. انت معاك نمرته في اسكندريه؟ جرالك ايه؟ جرالك ايه يا جلال؟ هكلمه على المحمول بتاعه. لا ما هو المحمول بتاعه هو اللي اتسرق في عربيتي، اصل الموبايل بتاعي انا في التصليح. ما شاء الله، ده ايه الحظ الذكر ده؟ على العموم مش مشكله، انتوا تطلعوا على القسم تعملوا محضر، وانا لو فاضي والله كنت جيت معاكي، لكن ديكي شايفه في ايدي شغل. قبل الاسم والمحضر اطلبي الحرامي في التليفون. انت معاكي نمره الحرامي؟ جرى ايه يا جلال؟ جرى ايه يا بنتي؟ مخك ماله بقى تخين كده ليه؟ انت مش سايبه الموبايل بتاعك في العربيه؟ خلاص احنا لما هنتصل بالموبايل بتاعك هيرد علينا الحرامي. يا سلام يا سلام على افكارك الجميله يا انسجام، افكارك جميله زيك. طيب بقول لك ايه، خدي الموبايل بتاعي يا جلال واطلبيه في التليفون وانا هعرف اربيه ازاي. خدي. ايه ما تاخدش الموبايل؟ مالك خايفه كمان تتصلي بالحرامي؟ هات يا سيدي انا هتصل بيه. انا حافظه نمرتك. لا ما هي مش نمرتي اللي في العربيه، دي نمره محمود، اصلا انا تليفوني في التصليح. طب ما انا كمان حافظه نمره محمود هتصل بيه. ايوه سيد. ايوه يا لص يا حرامي، انا عايزه اعرف ايه اللي خلاك تسرق عربيه الدكتوره اجلال؟ مين معايا؟ ايوه انا الحرامي. بقى مين اللي قالك تسرق العربيه يا لص يا حرامي يا فاسد؟ يا فندم انا مش فاسد على الاطلاق، انا من المعذبين في المرور. مرور؟ مرور ايه؟ مرور ايه اللي انت معكوك فيه؟ انا عايزه اعرف، محدش قالك قبل كده هوت ان السرقه عيب؟ عيب وحرام؟ حرام وعيب؟ انت حد قالك ولا ما قالكش؟ طبعا سيادتك السرقه عيب وعيب جدا كمان، لكن شغلتي بقى هعمل ايه؟ الا بالمناسبه سعادتك هو فاسد وفساد. يعني ايه فساد؟ اللي انت فيه ده هوت يسمى فساد. ايوه فساد. خدي لحسن نرفزني. الو. ايوه يا حرامي، من فضلك لو سمحت انا الدكتوره اجلال صاحبه العربيه والموبايل اللي في ايدك، لو سمحت ترجع العربية حالا. من فضلك أنا بكلمك بمنتهى الأدب، لو سمحت ترجع العربية حالا. يا دكتورة إجلال يا سحبة العربية والتليفون، ما أناش مرجع العربية. يعني إيه مش هترجعها؟ إزاي تاخد حاجة مش بتاعتك؟ هي عافية يعني؟ ما هي دي شغلة الحرام يا فندم،
الشخص الوحيد اللي ياخد حاجه مش بتاعته واما تيجي تقول له رجعها ما بيرجعهاش. امال حرام ازاي؟ انت جدتك تخينه على فكره، انت ضارب عامل دماغ؟ انت رحت مدارس اتعلمت يعني؟ ما هو للاسف الشديد سعادتك انا ما كملتش تعليمي لان ابويا ما قدرش يوديني عشان اخد دروس خصوصيه، قصدي دروس خصوصيه، لقيت نفسي صايع، قلت ادور على شغل في صلقه في ملقه، ما لقيتش اعمل ايه؟ قلت اسرق. اطلع السلم من اوله، اهي محاوله، هعمل ايه يعني؟ انت هتحكي لي قصه حياتك؟ هاتي 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 هاتي. انا هعرف اربي ازاي؟ جري يا ولد، انت ازاي تسرق العربيه؟ رجع العربيه وبلاش قله ادب. يا عم الحاج اهدى شويه، العربيه هترجع لكم، انا هعمل كام لفه كده واقضي كام مشوار وارجعها لكم. طيب ما فيش مشكله، قضي المشاوير بتاعتك ورجع العربيه. ها هترجعها امتى؟ والله بقى ده حسب الظروف والسكه، ستك عارف الزحمه والمرور والدوشه، طب حمود في العربيه من خانقه اهو، قول يا مسهل. المهم ان العربيه ترجع لبنتي، انت فاهم؟ انا هسامحك، مش هبلغ البوليس ولا اعمل لك محضر في الاسم. تشكر يا باشا، كلمني بقى كمان ساعتين ثلاثه كده. ها يلا باي باي. معلش. ايه يا بابا، انت ازاي تقول له انك مش هتبلغ وازاي تديله حق يعمل مشاوير بعربيتي؟ اصبري سياسه يا اجلال، اصبري خليني اعرف افكر كويس. اجلال اجلال اختي حبيبتي، عربيتك اتسرقت يا اجلال، عربيتك اللي حلتك. يا دي الخساره، يا ريتني ما سبت كرتونه الميه في عربيتك. ياي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. الانانيه اللي انت فيها دي، ايه كرتونه ميه وكلام فارغ؟ ايه ده يا مشيره؟ ايه ده؟ اسكتي اسكتي اسكتي، كفايه اللي بيجرى لنا من تحت راسك. من راسك؟ اقعدي يا حبيبتي اقعدي. ميرسي يا روحي. انا منعنا وما سبت العربيه من يوم ما دخلتي بيتنا واحنا الله ينور قلق في قلق، في بيتنا قلق، في بيتنا قلق. على كل حال انا مش هرد عليك يا مشيره علشان خاطر اجلال اختك. وانا يا حبيبتي. وانت طبعا يا حبيبي، لكن لازم تعرفي الحساب بينا مفتوح، فهماني؟ الحساب مفتوح. يا جماعه حد يعمل حاجه، حد يتصرف، عربيتي اتسرقت. الله، دي نمرة محمود، بيطلبني منين؟ ده أكيد الحرام يا بابا. وعارف نمرتي إزاي؟ عارف نمرتك إزاي؟ ما إحنا لسه طالبينه دلوقتي. معقول يا فتفوتشي؟ مخك أنت كمان بقى تخين. أوعى. ألو، أي حرام؟ في إيه؟ يا سلام، حضرتك لسه ما اتغديتش؟ هاتي هاتي، أنت هتحكي مع الحرامي؟ إيه ده؟ ألو، أيوه حرامي، نعم. أنا نسيت أقول لجنابك حاجة مهمة جدا، في مصر 3-4 مليون شاب عاطل عن العمل، عشان تشتموني وتقولوا علي حرامي وبتهزقوني وعاوزين تبلغوا البوليس. طب ما تشوفوا الحراميه اللي سرقوا البنوك بتاع البلد وفلسوا على بره، اشمعنى انا؟ مش قادرين عليهم هم؟ ومع ذلك انا عارف ان حضرتك مالكيش ذنب، انا هرجع لك العربيه بعد شويه، ودلوقتي بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. تسلم ايديكي. بس انا عايز اقولك ان الحرامية اليومين دول ما شاء الله بقوا مثقفين جدا. اسكت يا حسين، ده بيكلم اجلال في التليفون عن البطالة والفساد والدروس الخصوصية والتعليم، لما هو ناصح كده بيسرق ليه؟ هو عاوز يدي نفسه عذر، بس السرقة ملهاش عذر، الحرامي حرامي والنصاب نصاب والفاسد فاسد. طب ما تكلمه في التليفون يا حسين، يمكن ربنا يهديه ويرجع لها العربيه. انا قلت لاختك تطلع على الاسم تعمل له محضر. ما هي مستنيه يمكن تصعب عليه ويرجع لها العربيه ونخلص من الحكايه دي. ازاي يعني؟ هي فين دلوقتي؟ هي في شقتها ومعاها بابا وانسجام. اروح عندها تيجي تكلمك؟ مش هينفع يا مشير، ده عايزاني اطلب الحرامي في التليفون واكلمه. انا اكلم حرامي في التليفون؟ معلش يا حسين، هو عشان جوزها مش موجود هنسيبها تهري وتنكت في نفسها كده؟
معلش ما فيهاش حاجه لما تكلمه في التليفون، ما انت بتكلم ناس كتير واكيد اغلبهم حرامي. مش هكلم حرامي في التليفون يا مشيره، عشان خاطر اجلال. يعني صح ان نسيب انسجام هي اللي تقف جنبها وانت موجود يا حسين؟ طيب اندهيلها وخلصينا. طيب انا عندي فكره، ايه رايك لو انت تطلب الحرامي على تليفون محمود اخوك، ما هو اللي معاه، ايه رايك تكلمه انت على طول؟ حاضر حاضر يا مشير، عشان خاطرك بس يكون في علمك بقى، همسح بكرامته الارض، هبهدله. لو اتكلم معاك عن البطاله والحاجات دي ابقى اقول له اضحك عليه وقول له ان الحكومه بتقول انها هتوفر اليومين دول فرص كبيره قوي للشباب، يمكن يصدق. الو الو، مين حضرتك؟ انا الحرامي يا فندم. شفت البجاحه؟ بقول له مين حضرتك يقول لي انا الحرامي. اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. اسمع يا سيد حرامي، انا مين؟ انا جوز اخت الدكتوره اجلال اللي حضرتك تفضلت مشكورا وسرقت عربيتها. شوف بقى، انا انصحك نصيحه كده لوجه الله، انت تاخد العربيه وتتوجه الى قسم مدينه نصر، تعمل لنفسك محضر وتسلم العربيه، ويا ضربه داخلك شر، وتطلب بقى من ربنا كده انه يهديك ويتوب عليك ويفتحها في وشك وتبطل السرقه ان شاء الله. يا باشمهندس، انا مضطر لده. يعني ايه مضطر؟ لا لا، السرقه ملهاش عذر، البطاله والصياعه مش حلها انك انت تسرق، الحل انك تتعب وتجتهد وتكافح عشان تعمل مستقبل. يا باشمهندس انت بتقول ايه؟ الكلام اللي حضرتك ده بتقوله بأداة قديمه، دي شعارات يتقال في الاجتماعات المنتديات. حضرتك تقدر تقول لي ايه اللي يخلي واحد عنده 300 400 مليون جنيه يسرق بنوك بلد بحالها ويفلسح على بره؟ هو انتوا مش قادرين على الحمار هتقدروا على البردعه؟ يا راجل نشفت ريقي. يخرب عقلك، مش بقول لك الواد ده باين عليه مثقف جدا، بيفكرني بالجدع بتاع اللص والكلاب. هو بيسرق كلاب كمان؟ يا مشير انت اخرى. طب هات هات هات. الو جرى ايه يا جدع انت؟ ما تتلم بقى وتحترم نفسك، انا مين؟ انا اخت اجلال اللي انت سرقت عربيتها يا حرامي يا لص. الله، على فكره انت صوتك حلو قوي. قوي. لا لا لا، صوتي ماله صوتي؟ تصدق يا حسين بشتمه بيقول لي صوتك حلو قوي. صحيح انا الواد فعلا بيفهم ومثقف كمان، انا صوتي حلو فعلا يا حسين في التليفون؟ مش وقت دلع يا مشيره، ما تنسيش انك بتكلمي حرامي. تقصد ايه بقى؟ صوتي وحش في التليفون يا حسين؟ ده حرامي نصاب بتاع ثلاث ورقات. معلش بس اول مره حد ينبهني ان انا صوتي حلو في التليفون حتى لو كان حرامي. طب اسأليه كده بقى، صوتك حلو في التليفون المحمول ولا في التليفون العادي؟ سنين يا دمك. الو الو، قفل السكة. رجع في كلامه. شفت ما لحقش. الله 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 الله، ايه الصوت ده؟ حرامية في التاني ورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا احمد؟ في ايه؟ ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ حرامي حرامي عمتي، وانا اللي مسكته، وانا بقى اللي رحت رقم على دماغه. حرامي؟ مين قال لكم انه حرامي؟ في ايه يا جماعه؟ هو النهارده يوم الحراميه؟ ليه يا اخويا ليه؟ هو النهارده كام في الشهر؟ استني بس يا عواطف اما نفهم ايه الحكايه. انا بقى لقيت الراجل ده عمال يقلب في العربيه بتاعت جدي، شكله كده كان عايز يسرقها، رحت قافشه، وانا رحت ماسكه مديله واحد باك فاير مكحرته ورحت رازعه على دماغه. يا حلاوتك يا اخويا، جيت بقى ورزعت على دماغه والباب للطق كده. يا طنط الشك يعمل اكتر من كده. في ايه؟ في ايه يا ولاد؟ مسكنا واحد حرامي يا جدي. الله، ومين قال لكم انه حرامي؟ يعني ايه اللي خلاكم تتاكدوا ان الراجل ده حرامي؟ بقول لحضرتك كان عمال يقلب في العربيه بطريقه غريبه جدا. عربيه مين؟ لا اله الا الله، عربيتك يا جدي، عربيتك القديمه اللي راكنه قدام البيت. عربيتي انا كان بيقلب فيها. ايوه كان شكله عايز يسرقها. واضح ان في عصابه وخطيره جدا ومنظره على بيتنا. سرقت عربيه خالتي جلال وبعدين هتدور على باقي العربيات. طب دخلوا الراجل ده جوه بس نفهم ايه الموضوع. هيقع من طوله يا ست بتاعته. لسه ما وقعش. هيقع من طولهم. بس
خش عامل زي الراسي. انا عاوز عربيتي، اوعى تسيبوا الجدع ده. ما هو ميت قدامك، هو عايزاهم يعملوا فيه ايه اكتر من كده؟ يا جماعه يا جماعه اطلبوا البوليس لحسن يموت هنا وتبقى مصيبه. شكل الراجل بيقول ان هو مش حرامي، هم عملوا فيه ايه؟ ده باين الراجل اتكل يا تيفه. اتكل يا تيفه؟ يعني ايه؟ مات؟ والله يا جماعه مش انا اللي موتته، ده عصام. ايه مين؟ مين قال لكم بس انه مات؟ جوزك ايده تقيله يا سلمى، الظاهر انه قتل الراجل. لا ايه اللي خلاكم تضربوه؟ ما كنت قلت له امشي وخلاص. ما احنا لو سكتنا لهم العصابه هتستلمنا وهيقعدوا بقى كل شويه ينطوا لنا ومش هنعرف نسيطر على افرادهم. صح، عصام بيتكلم صح. لا عصام بيتكلم غلط، عشان في حاجه اسمها قانون، في حاجه اسمها بوليس. مش معقول كل واحد نلاقيه سند على العربيه نقول عليه حرامي، خصوصا ان العربيه مكتوب عليها للبيع. للبيع؟ هو عربيتك معروضه للبيع يا جدي؟ سوري يا جماعه، نسينا نقول لكم ان انا وتوفيق هنبيع العربيه القديمه عشان نشتري عربيه جديده، موديل جديد خالص نوبي. ايه ده؟ مين اللي قال لك تعمل كده يا بابا؟ وانت مالك انت؟ انت هتحكميني؟ انا عاوز اروش لنفسي. يا نهار ابيض، تروش لنفسك حتى انت كمان يا بابا؟ مش وقت يا مشيره، طويل بالك اما اشوف الميت اللي عندنا ده. استنى يا حسين، فضلت تزن على دماغك عشان تبيعك العربيه عشان يقعد جنبك، مش كده؟ اهدي اهدي يا مشيره، مش كده؟ الراجل ميت قدامنا. لا ده مش ميت ولا حاجه، ده مغمى عليه، راجل كبير بقى. انت ضربته ازاي يا عصام؟ اديته ضربه خلفيه على دماغه وفضلت اضرب فيه لحد ما طلعت غرب السنين كله. بقى ضربته بالشكل ده، ده انا ما صدقت ان حد شاف الورقه اللي مكتوبه على العربيه. والحل ايه دلوقتي؟ ما تقومي تشوفيه يا اجلال، انت مش دكتوره؟ انا ما بشوفش حراميه ولا مدي ايدي عليهم، انا ماسكه نفسي بالعافيه. الله، واحنا ايه اللي خلينا نتاكد ان الراجل ده حرامي؟ انتوا جرالكوا ايه بس؟ انا قلبي حاسس ان العربيه كان عاجباه وكان عاوز يشتريها. يا خساره يا خساره، ضيع مننا فرصه ما تتعوضش. ايوه ايوه يا باربي يا نونا يا صغيره، كنت عايزاه يبيع العربيه دي ويشتري لك عربيه مكشوفه وتقعدي جنبه بقى وشعرك الحرير على الخدود يهفف وتغني له يا فتفوتي واحد اتنين واحد اتنين انا وياك يا حبيب العين. يا عواطف يا عواطف، جرالك ايه؟ هتالفي فيلم عربي؟ يا جماعه يا جماعه اطلبوا الاسعاف لحسن الراجل هيفيص. فعلا عندك حق، اطلبوا الاسعاف اوام. طب حاولوا الاول تفوقوه باي حاجه. خش يا بنت يا جميل، هاتي بصله وشمميها له. حاضر يا طنط. بس انا بقول ايه، الراجل ده ما هوش حرامي. لا ده لو طلع مش حرامي هتبقى مشكله ملهاش اول ولا اخر. عندك حق يا عم توفيق، فعلا الراجل شكله محترم، شكله ما يقولش انه حرامي. اليومين دول ما بقتش بالشكل يا حسين، ولا انت فاكره هيلبس بدله الحراميه بتاعت الافلام؟ ايوه، ناقص بس يحط بتاع سودا على عينه ويلبس فانيلا مخططه. ده وقت هزار يا مشيره، في بيتنا ميت. ايه يا جميله، ما تجيب البصله. عاوزاها بصله خضراء ولا بصله عاديه؟ يا رايقه، خضره ايه، هو هياكل فسيخ؟ هاتي بصله بصله. بصلة محترمة، شمميها له بقى. ايوه الو، ايوه الاسعاف، اخيرا رديته. من فضلك يا سيدي، عندنا حالة مستعجلة، العنوان مدينة نصر 211 شارع البطراوي، بس بسرعة الله يبارك لك. الحمد لله، اتحرك اهو. خبطتيني ازاي يا جيجي؟ جيجي؟ ايه ده؟ مصيبة مصيبة، لا يكون فقد الذاكرة. انت يا عم، انت يا اخ، قول لي حاسس بايه؟ مية مية يا جيجي. مية؟ عاوز مية ساقعة ولا عادية؟ يا اختي اتحركي، هاتي اي مية، مية عادية. يلا يا عم قوم قوم، انت بقيت كويس اهو، قوم بقى ما تستحلهاش. الله، انت هتجيب لنا مصيبة. قوم صواريخ 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 في دماغي، صواريخ في دماغي، مش قادر. ايوه ايوه، خير اللهم صل على النبي. كنت ماشي في طريق اخضر، طريق طويل. لا كان الجنينه، انا وقفت قدام بيت، والبيت ده كانت قدامه عربيه، ولقيت واحد اللهم صل على النبي. ايوه والله ما انا عم. ايوه انت. بعد كده لقيت ايد رزله قوي خبطت من ورا ده.
هي دي. انت فيزل صح. تعملوا في الناس كده ليه؟ تعملوا في الناس كده ليه؟ حرام عليكم. هو يا اخوانا الواحد هو ماشي في الشارع مش بيبقى بريء برضه. هو البريء عندكم بيبقى مظلوم، بيبقى ظالم. هو الظالم عندكم بيبقى مش تمام. حرام عليكم، انتوا بتقولوا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده 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 مثقف باين عليه متعلم كويس. ده بيهلوس. ده لا مثقف ولا بيهلوس، ده حرامي وبيستعبط. انا مش حرامي يا هانم، انا مش حرامي. حاضر يا ابني، اذا كنتوا مش عاوزين اي حد يقف قدام العربيه بتاعتكم ما تكتبوش عليها للبيع. سعادتك عندك حق، واحنا متاسفين جدا، الظاهر ان حصل سوء تفاهم. المهم دلوقتي حضرتك ناوي تشتري العربيه ولا لا؟ احنا في ايه ولا في ايه يا انسجام؟ انت مالك انت؟ انا مش هشتري منكم العربيه، انتوا ناس مفتريين. حاضر يا ابني. يا سيدي احنا مش مفتريين ولا حاجه، اصلك مش فاهم الموضوع. في عربيه تانيه سرقت مننا النهارده، عشان كده شكينا في حضرتك. عربيه مين اللي سرقت؟ عربيتي اتسرقت من قدام العياده. وانت متصوره سيادتك ان العربيه اللي موجوده بره دي اساسا تسمى عربيه؟ شفت شفت يا فتفوتشي، حتى الحرامي مش عاجبه العربيه. انا مش حرامي يا هانم. اقعد. حاضر يا ابني. ما تقصدش يا سعاده الباشا، بس انا عايز اقول لسعادتك انك لو لفيت على رجلك سنه بحالها مش هتلاقي اخت عربيتي. انا اساسا ما تلزمنيش عربيتك، هدور لي على اختها. لا لا، الزم حدودك يا استاذ، الزم حدودك. انا عربيتي عربيه اصيله، مش ورق زي بتاع اليومين دول. انا عربيتي كلها اصيله انتاج الفابريكا. ايه موضوع الفابريكا ده كمان؟ انت مالك انت؟ ممكن بقى تتفضلوا كل واحد يشوف اللي وراه ويعملوا شاي للاستاذ عشان يروق اعصابه. متاسفين يا حضرتك. ما تشرفناش بحضرتك. انا تاجر عربيات قديمه، عباس عباس. اتنين عباس؟ اعملوا اتنين شاي بسرعه يا سلمى. شاي تقيل ولا خفيف؟ شاي فتله وسكر بره، وخلصينا انت الاخرى. انا مش عارفه بنات اليومين دول خايبين كده ليه. يلا. حاضر. ممكن بقى لو سمحتوا عشان انا أعصابي تلفانة شوية وبتنرفز. الاتنين اللي اعتدوا عليا بالضرب يتفضلوا يطلعوا برا. حاضر حاضر، اتفضلوا بعتذروا له وشوفوا اللي وراكم. تعيش وتاخد غيرها. لا مؤاخذة يا جدي. احنا متأسفين، متأسفين جدا. وأرجو يا عباس بيه إنك ما تكونش زعلان ابدا. ما تكونش زعلان بس ازاي يا استاذ؟ اذا كان في اتنين شباب زي الورد فقعوني علقه واغمى عليا، مش عاوزيني ازعل، وكمان ايه؟ مفوقني ببصله، ما هنشي عليكم تدلقوا عليا ازازه الكولونيا. رد يا مشيره. معلش احنا اسفين، ما نعرفش انك بتكره البصل، دي بسيطه، هاتي يا جميله ازازه الكولونيا. متشكر، متشكر جدا يا فندم. انا بس حبيت اثبت لكم قد ايه الناس بقت قلوبها قاسيه على بعض. كل واحد عنده عربية فاكر ان كل الناس حرامية. احنا معذورين يا استاذ عباس. عباس ما انا فهمتك موضوع العربية التانية اللي اتسرقت. عربيتي اتسرقت الصبح والحرامي كل شوية يكلمني في التليفون ويديني دروس. لو سمحت من فضلك نقفل الموضوع ده. انما حضرتك ما قلت لناش برضو العربية عجبتك ولا ما عجبتكش. يا فندم يا فندم، انا لسه ما لحقتش اتفرج على العربية. انا يا دوبك قربت على العربيه بتفرج عليها، بشوف الكاوتش، بشوف اللون، بشوف الملمس، الدركسون شكله ايه. هوب لقيت اتنين ضربوني رحت فيها. بقول لحضرتك ايه، احنا هنشرب الشاي وانزل بنفسي افرجك على التحفه على العربيه. ايوه العربيه هتعجبك قوي، عربيه غير عاديه. يا سلام، ولما هي عربيه غير عاديه هنبيعها ليه؟ هنبيعها هنبيعها ده ايه؟ قولي هتبيعيها ليه؟ انا وجوزي هنبيعها، ما تتدخليش بيني وبين جوزي. انسجام بلاش اللون ده معايا. مشيرة ما دهنش اللون ده معايا، ما تتدخليش بيني وبين جوزي يا بنت. انا بنت سامع يا حسين؟ هو ايه ده؟ هو ايه اللي سامع يا حسين؟ هو انت ما قدرتيش على ابوكي وقادرة على اخويا، ولا انت كمان مش قادر عليها يا تفتفتي؟ يا جماعة ما يصحش كده، اعملوا حساب الراجل الغريب اللي في وسطينا. غريب ايه يا حسين؟ عباس بيه بقى منا وعلينا. الحرامي؟ انا مش حرامي يا هانم. لا مؤاخذة يا استاذ، هو الاستاذ اسمه، انا قصدي اسمه عباسين. بابا الحرامي هو. انا مش حرامي،
انا عباس عباس. انتوا بقى عليكم عيله مش تمام. انا خليا ارجوك لازم انفد بجد. ايه ده عباس بيه؟ انا بس هفرجك على العربيه وهدي اعصابك. تعالى معايا بس. يلا يلا يا جماعه نتفرج على العربيه. يلا اتفضل معانا. اتفضل. قومي قومي حصليهم بسرعه. قومي بابا. في ايه يا سلمى انت اخرى؟ في واحد طالبك على الموبايل. بقول له انت مين؟ قال لي انا الحرامي. حرامي؟ ايه حكايه الحراميه في البلد اليومين دول؟ الو. ايوه سيدي انت الحرامي. انهي حرامي فيهم؟ اه اللي خدت عربيه اجلال. طيب لا 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 هي مش هتقدر تكلمك دلوقتي اعصابها تعبانه. اقول له مش طايقه تسمع صوته. مشيره مراتي بتقول لك مش طايقه تسمع صوتك. لا يا سيدي ما تعتذرش ولا حاجه. ايوه طب ايه اللي عطلك؟ الدنيا زحمه مزنوق في اشاره المرور. ايوه بس يعني هجيب العربيه بذمتك ولو ان يعني الله اعلم عندك ذمه ولا لا. اكيد هتجيب العربيه اما نشوف. خليك ورا الحرامي لحد باب الدار.